في وسط الملعب وحالة الدفاع. الكرة لمشعل، الله، عاد قائدهم من أجل أن يضعهم في المقدمة بتحرك بسيط منه وبلمسة جميلة وذكية. الغداف الكبير مشعل بعد جولة غاب من خلالها الجولة الماضية يعود ويسجل. الهداف لا يحتاج لمجهود كبير لكي يسجل، فقط يحتاج للاعب وسط. نشاهد ونتابع. مجدي صديق يتقدم، الله، عودة الشواهين للمباراة بقدم الخبرة، بقدم الخبرة، الله يا مجد الصديق، حط كرة في مكان. في الدقائق الماضية كرة، الله، لا صدارة أمام مشعل، الله عليك، لا صدارة أمام العميد، الله عليك يا مشعل، بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب اللي سجل فيه الهدف الأول يسجل فيه الهدف الثاني. شوف قمة التفاهم وقمة الانسجام وقمة التوأم بين متولي وبين مشعل عبد الله. لمحة من عبد القادر الياس، يعني والله من وجهة نظر عبد القادر الياس يتقدم. عبد القادر الياس، الله، يسجل عبد القادر الياس. والسلية قادر دائما وأبدا على أن يعود للمباراة، يفعلها ويسجل لتصبح النتيجة 2-2 مرة أخرى، رغم أنه تأخر كثيرا وتردد كثيرا، لكن في النهاية ذكي مرورة. عبد الكريم يحاول يسدد، الله، الشواهين إلى الصدارة بقدم عبد الكريم، الشواهين في الصدارة المؤقتة رفقة النادي العربي بطلقة من مسافة بعيدة عن طريق كريم. الله يا عبد الكريم، بكرة مخالفة القاضية والكرة التي تؤمن، الله، الله، رشيد تبركانين بصمة وصول السلية للصدارة، لكن على طريقته الخاصة في كل مرة يظهر لك بهدف ويسجل هدف بطريقة أحلى من الأخرى. الله يا رشيد تبركانين، الهدف الرابع، يسجل السلية ليؤمن وليؤكد على الصدارة التي يستحقها.